اهلا بكم مشاهدي شواش لو 360، معكم شيف ياسر جرداوي عامل بمطبخ بمنتجع مازاغان بيش اند ريزورت. اليوم نقدم لكم واحد الشيوه اللي عباره عن غاسباتشو ديال الكونكومبر. نحتاجو لتحضير هذه الوصفه الكونكومبر، اليوغورت الطبيعي، حامض مصير، كذلك الملح والبزار طبيعه الحال. اول حاجه غنقومو بمزج الكونكومبر مع يوغورت طبيعي وكذلك الحامض مصير اجل انجاح حد غاسباتشو. شويه لي غلاصون باش تنشوي لا فريشور غاسباتشو ديالنا. اذا قمنا بمزج كونكومبر، تقريبا 250 غرام ديال الكونكومبر اضافه الى 8 غرام ديال الحامض المصير، واحد 8 غرام ديال اليوغورت الطبيعي. انا كنشوفوا الغاسباتشو ديالنا الا كان ليجي غادي نزيدوا فيه شويه اليوغورت، طبيعه الحال هذا عندنا شويه ايبي غادي نزيدوا شويه الكراسون باش يعطينا شويه لافريشور. شويه الملحه، شويه البزار، شوفوا معنا الغاسباتشو ديالنا هو واجد. دابا ندوزو للتقديم. خلينا نقدموا هذا الغاسباتشو مع لي طوس بطابونا ديال اوليف روج. الطابوناد فيها لي زونشوا، لي اوليف روج، ويل دوليف، سيل بوافر. غنزينو كذلك بشويه ديال البيطال ديال لي اوليف روج. التزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق. غاسباتشو ديال الكونكومبر، كذلك غنضيفو شويه ديال لي جوليان ديال الحامض المصير. اضافه لشويه ديال لانيت. كيف ما قلنا كيبقى تزيين اختياري. هذا هو الطبق ديالنا اعزائي المشاهدين، بالصحه والراحه.